بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالسادة المشاهدين. حلقة جديدة في حال البلد على قناة S24. نطرح في هذه الحلقة العديد من القضايا والعديد من الفقرات، العديد من القضايا للنقاش والتحليل. ولكن في أهم الأخبار اليوم، الخبر الذي أعلن عنه مساء اليوم بأنه أعلن الدكتور أحمد بلال بأن الخرطوم استقبلت اليوم دكتور رياك مشار. طبعا هذا الاستقبال بيتم والتعبان دينك غادر ظهر اليوم الخرطوم بعد اتفاقات عديدة حاولت أن تجري العديد من التطمينات على الملف الأمني وفي قضية النفط. الخرطوم وزير الإعلام قال بأنه الحالة الصحية لمشار استدعت سرعة التعامل معها. الآن الحالة الصحية كما يقول الأخ وزير الإعلام مستقرة، سيبقى بالبلاد تحت الرعاية الصحية الشاملة إلى أن يغادر حيث يشاء لاستكمال علاجه. هذا الخبر يستحق الوقفة ونقاش وتحليل. كيف ستستقبل جوبا الأمر؟ هل هذا الأمر باتفاق يعني بين الخرطوم وجوبا؟ يعني التوقيت كأنما يشير إلى أن ثمة اتفاق في هذا الأمر، ليس بالأمر المفاجئ. أنا داير أناقش الأستاذ راشد عبد الرحيم الكاتب الصحفي. أستاذ راشد معنا على الخط؟ السلام عليكم أستاذ راشد. أستاذ راشد السلام عليكم. ألو أستاذ راشد السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب كيف بتقرأ الخبر؟ يعني هل هذا الأمر تم باتفاق التوقيت؟ يعني غادر من هنا تعبان، أعلنت الخرطوم من هنا وجود رياك مشار. نعم، هو تم باتفاق وتم بمباحثات وحديث بين الأطراف كلها. وحقيقة هو يعني عندما وصل للخرطوم كان السيد تعبان دينك النائب الأول لرئيس جمهورية في جنوب السودان كان موجود في الخرطوم. رياك كان موجود اصلا؟ نعم، قبل ان يغادر. والدكتور رياك وصل الخرطوم والسيد تعبان موجود، يعني كانوا الاثنين موجودين في الخرطوم. هذا الامر تم باتفاق. اولا اتفاق الخرطوم احاطت جوبا بالامر واعلمتها انها ستستقبل الدكتور رياك مشار لاسباب انسانيه. وكان هنالك تباحث وتفاوض مع السيد النائب الاول، وكان علم بان الدكتور رياك سياتي الى الخرطوم. وكانت هنالك تفاوضات اخرى حتى في مستقبل الوضع في جنوب السودان ومصير الدكتور رياك مشار. وكان التفاهم انه اذا تمت معالجه من قبل الايجاد فيكون بالامكان البحث في عوده الدكتور رياك مشار لمصيره السابق، لان الوضع القائم الان في الجنوب لابد ان ينظر اليه باعتبار انه وضع انتقالي حتى تعود الاتفاقيه وتنفذ الاتفاقيه بين الاطراف الجنوبيه والايجاد. فهذا الامر تم من ناحيه الاتصالات الدبلوماسيه ومن ناحيه الاتصالات الاخرى بين الخرطوم وجوبا من جهه وبين الايجاد والجهات المعنيه. فلذلك هو من هذا الاتجاه يعني يتم باسس دبلوماسيه وسياسيه واضحه ومعلنه. وايضا هو السودان لديه مصالحه في جنوب السودان ولديه اهتماماته بالوضع في الجنوب، فلا يمكن ان يتعامل فيه بعيدا عن هذه المقتضيات المهمه. نحن نعلم ان الاوضاع في جنوب السودان الان تلقي بافرازات كبيره. نحن نحارب مناطق اعالي النيل وولايه الوحده، وهي ولايه فيها احداث كبيره وجسيمه. والشخصيتين مؤثرات في هذا الوضع سواء السيد تعبان دينغا والدكتور رياك مشار. طيب استاذ راشد، يعني الخرطوم كذلك تحتضن العديد من قيادات المعارضه الجنوبيه، اليس كذلك؟ نعم، هو الخرطوم علاقتها يعني واضحه بانها في جنوب السودان تتعامل مع كل الاطراف. تتعامل مع حكومه الجنوب وتتعامل مع اطراف، باعتبار ان السودان في المقام الاول هو كان الدوله الام. لا تزال تبعات كثيره بالخرطوم. كثير من القيادات لديهم حتى منازل ووجود في الخرطوم مستمر منذ ان كان دوله واحده الى الان. وايضا هنالك مصالح السودان التي تستدعي ان يتعامل مع كل الاطراف الجنوبيه. يبقى المحك انه لا يسمح بعمل معادي لدوله الجنوب ينطلق من السودان باي اشكال باي شكل من اشكال المعادي.
رغم انه يعني الخرطوم كثيرا تتحدث عن انه جوبا تستخدم المعارضه للسودان في اغراض عسكريه، وهنالك كثير من الشكاوى في هذا المجال يعني. فهل هنالك يعني اوراق ضغط متبادله في هذا المجال؟ نعم، لا زالت جوبا تستخدم هذه الورقه، وكان هنالك تفاهم مع السيد تعبان ليك على هذا الموضوع، ولعل التصريحات التي اعلن فيها انه في خلال 21 يوم ستعالج هذه الملفات والقضايا جميعا، وكانت اشاره الى الملف الاساسي وهو احتضان المعارضه للسودان في دوله جنوب السودان، وكان هو اعلن حديث مباشر للحركه الشعبيه، يعني الحركه الشعبيه في السودان. واوضح بكلام واضح جدا وجلي انه لا مجال للحركه الشعبيه لان تتعامل في الجنوب. يعني كثير من الالتزامات يعني تمت من قبل وهي حبر على ورق يعني. لم تتم بهذا الاعتراف الواضح للرجل الثاني في دوله جنوب السودان واعلان على الملأ. هذه اول مره تعلن بهذا الشكل، اعتراف واضح جدا وكلام موجه مباشره للحركه الشعبيه واعلان بمواقيت معينه ومحدده. يعني في مواقيت اكثر من المصفوفات يا استاذ راشد؟ لا، هي المصفوفه لم تكن مصفوفه مع السودان، يعني المصفوفات المشاره اليها المصفوفات انت تتكلم عن نفاشة وتتكلم عن قضيه يعني عموما الالتزامات بيننا وبين دوله جنوب السودان بتمر بكثير من الازمات، ولكن يعني دعني اعود الى دكتور رياك مشار، ما هو مستقبله في الجنوب؟ ومستقبل الدكتور رياك مشار هو رقم لا يمكن تجاوزه في الجنوب، لانه دكتور رياك اذا اعتبرت انه هو من المؤسسين للحركه الشعبيه في جنوب السودان ولدوله جنوب السودان، وهو ايضا يمثل قوه كبيره جدا اذا نظرنا الى ان الوضع في جنوب السودان يتكي على العنصريه والقبليه، وهو يمثل رمز من القبيله الثانيه في جنوب السودان، ويمثل اجزاء من الجنوب لها حدود مباشره مع دوله اخرى، لها امكانيات اقتصاديه وماليه كبيره ومؤثره، ولا يمكن ان تتحرك الاحداث في جنوب السودان وتستقر دون ان يكون للدكتور اياد مشار سهم ومشاركه فعليه في هذا الامر. صحته كيف يا استاذ راشد؟ يعني في كثير من الاخبار والتكهنات بانه يمر بحاله صحيه صعبه. لا، حاله صحيه يعني هي حاله صحيه جراء السير الى مسافات طويله، يعني ليست هنالك اصابه في ميدان معركه عسكريه. هي تبعات هذا الجهد والارهاق الذي تم، وانت تعلم ان هنالك ايام كانوا محبوسين في قصر في رئاسه الدوله في جنوب السودان، ومن بعد ذلك خرج الى قواته على اطراف جوبا، ومنها خرج الى منطقه ياي ومن ثم الى الحدود. هذه يعني مسافه طويله جدا، وكان السير على الاقدام. تاثرت اقدامه بهذا الوضع، وكان لا يستطيع ان يتحرك الا بصوره محدوده، يعني في كل اليوم لا يستطيع ان يتجاوز 5 إلى 6 أميال في الطريق. وهذا مؤثر، يعني بالنظر الى السن ايضا لا اعتبار، وممكن ان تكون هنالك جروح وامراض من هذا النوع، هي تحتاج الى توقيت، لكن لا اعتقد انها تشكل خطر على حياته. نستطيع ان نقول انه رياك في الخرطوم بمعرفه امريكيه ورضا امريكي كذلك، استنادا على لغاء غندور وكيري اليوم. معروف لدى كل القوى الاقليميه والدوليه، سواء دول الايجاد ايضا محاطه وتعرف هذا، وايضا هنالك تفاهمات تمت بين وزيري الخارجيه البروفيسور غندور ورئيس وزير الخارجيه الامريكي، فهذه كلها معلومه ومناقشه، وواضح جدا دور السودان فيها، وهو دور يعني في تفاهم امريكي سوداني على هذا الوضع. تفاهم دولي وتفاهم اقليمي على هذا الوضع، والسودان معلن هذا الاتجاه، وهو دور مطلوب، يعني حتى القوى الدوليه والقوى الاقليميه تريد لهذا الدول ان يستمر، لان اذا حدث يعني امريكا سعت لفصل جنوب السودان، والان تريد من السودان كذلك ان يلعب دورا في يعني تامين الاوضاع هنالك. نعم. والسؤال دائما كان يكون عن ماذا جنى السودان يعني؟ والسودان للاسف لم يجني غير، بالعكس يعني كان وضعه مضر، وهذه فرصه لان السودان يعدل اوضاعه. انا اعتقد ان السودان يستطيع ان يقوم بدور سياسي ودور امني واقتصادي كبير في استقرار الجنوب، بل لن يستقر الجنوب الا بجهد السودان. وانا اعتقد ان آل الاوان للسودان ان ينظر الى المصلحه قبل كل شيء، لان الان لغه العالم كله تحدث عن مصالح. نحن لدينا مصالح في جنوب السودان، لدينا مصالح في استقرار
جنوب السودان. الآن السودان يصدر لنا قوات وزينة ويصدر لنا أعداد كبيرة من اللاجئين مؤثرة اقتصادية، والآن هنالك تبرع بمساعدات اقتصادية. الذي يلقاه الجنوب من السودان لا يجده من أي دولة أخرى. طيب راشد، المساعدة الاقتصادية المباشرة أو غير المباشرة بفتح الحدود وباستقبال كل من يأتي إلى السودان وبجهود دبلوماسية، هذا كله لا بد أن يكون مؤسس على المطلق في المقام الأول. طيب، وكفاية أن نخسر دائما نحن في علاقاتنا الخارجية بدون أن نحدد مطلوبات. الراشد، يعني وزير الإعلام يقول سيبقى بالبلاد تحت الرعاية الصحية الشاملة إلى أن يغادر حيث يشاء لاستكمال علاجه، كأنما الإشارة إلى أنه البقاء هنا بقاء مؤقت. هي إشارة إلى البقاء مؤقت، والأكثر منها إشارة إلى السماح بالحرية، لأن هذا يعني أنه له كل الخيارات، يعني يستقيم له أن يقعد أن يعيش في الخرطوم إلى الأمد الذي يختاره دون أن يحدد طقس، حتى إذا أراد أن بعد الاستشفاء لفترة لغاها لفترة أطول فلا مانع من السودان أن يقيم. وأيضا ليست هنالك محاذير، يعني لا تحديدا الكلام عن أنه أي دولة حتى لو كانت يعني ليست لها علاقات بالسودان يستطيع أن يخرج إليها، سواء كان عن طريق المعروف بالأجواء أو أراد أن يخرج بأي وسيلة أخرى أو طريق آخر. وهذا كيف إلى أن ليس حول وصل حول. كيف الخرطوم يا راشد؟ نعم، كيف وصل الخرطوم؟ هو معلوم أن السودان كان له دور كبير في وصول الخرطوم، في كلام كان عنه في كونغو، من الكونغو لأثيوبيا فجأة ظهر في الخرطوم. أنا أعتقد أن الكلام عن أثيوبيا كان للتمويل، أنا يعني لا يراد بشخصية بهذا المستوى أن تكون تحركاتها معلنة وهو خطر، حتى لما عند خروجه كانت هناك طائرات تتعقبه، فهذا الأمر يحتاج إلى ترتيبات يعني سرية وتعلن. أعتقد أنه كان واضح أن هنالك طائرة يعني ستقل له إلى الخرطوم، وكان هنالك نوع من التمويل لعدم إطلاق المعلومات بالتوجه وبمسار الطائرة وبمسار الدكتور حتى يتأمن كلامته ويتأكد أنه سيصل بصورة سليمة إلى السودان، لأن هذه مسؤولية قام بها السودان وبادر بهذه المسؤولية، فلا بد أن تكون شاملة من نقطة التحرك إلى نقطة الوصول في الأجواء وفي كل مراحل تنفيذ هذه العملية الكبيرة. شكرا للأستاذ راشد عبد الرحيم على هذا التحليل وهذه المعلومات، شكرا جزيلا. بعد الفاصل سندخل في قضية للنقاش عن الآليات التي تواجه بها الحكومة السودانية قضية داعش، على ضوء الخبر اليوم عن مقتل واحد من الشباب في ليبيا، شباب السودانيين في ليبيا، تضاف للأخبار الكثيرة اللي جات قبل كده عن هجرة هؤلاء الشباب للالتحاق بداعش. نحاول مع الدكتور إبراهيم الكاروري والأستاذ عبد المحمود أبو أن نناقش هذه القضية، ولكن بعد الفاصل. من جديد مرحبا بكم في حال البلد في قضيتنا للنقاش. القضية المطروحة للنقاش اليوم داعش والشباب السوداني، بنحاول أن ننظر لآلية مواجهة داعش مدى الفاعلية، وخاصة في ظل أخبار تتزايد هنا وهناك. لكن خلونا قبل ما نبدأ النقاش مع ضيفي الكريمين داخل الاستوديو نشوف التقرير اللي بيحاول يضعنا في المشهد، ثم نعود للحوار. بالأمس أعلن مقتل أصغر عضو سوداني في تنظيم داعش بليبيا، كان يبلغ من العمر 17 عاما فحسب. تقول التحليلات إنه ربما يكون قد اغتيل بسبب اطلاعه على معلومات سرية، لا سيما وأنه حين أعلن انضمامه للتنظيم قبل عامين كانت نواياه أن يساهم في مهام دعوية ليست لها علاقة بالقتال. غير أن الفتى القتيل
لم يكن السوداني الأول في صفوف داعش، فالأرقام تشير إلى أن نحو من 50 قتيلا سودانيا لقوا مصرعهم وسط صفوف داعش أو فيما هم يؤدون مهامهم المكلفين بها من قبل التنظيم، بينهم طالبة طب لقيت مصرعها في العراق وكانت ضمن فوج من الطلاب السودانيين بلغ أكثر من 30. وبينما اعترفت الداخلية السودانية العام الماضي أن عدد السودانيين في صفوف داعش يفوق 70 عضوا، تلمح مصادر معلومات إلى أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك بكثير، وتذهب بعض الإحصائيات إلى أن عددهم يقارب 200 مقاتلا أو يزيد. والغريب الذي يلفت أنظار الدارسين والمحللين وأذهانهم هو أن أعمار جميع السودانيين في التنظيم الإرهابي المتطرف لا تتجاوز 30 عاما، بمعنى أنهم في ريعان الشباب. ثمة قواسم مشتركة بين غالبية الشباب السودانيين المنضمين لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق داعش، تمثلها حالة الطالبية في جامعات لا يدخلها أبناء المواطنين من غمار الشعب، وإنما هي جامعات لميسوري الحال. والشيء الآخر أن أغلبهم يحملون جوازات أوروبية وقضوا ردحا من حياتهم إن لم يكن جلها خارج السودان، بحيث يتعذر وصول روابطهم الاجتماعية والثقافية بأصول السودانيين التقليدية. تبقى الأسئلة الناهضة هي: ما الذي يغري شباب السودانيين من هذه الفئات والطوائف بتنظيم داعش الإرهابي المتطرف؟ ماذا يطرحه التنظيم فكرياً وثقافياً أو روحياً بحيث يجتذب أمثال هؤلاء الشباب؟ لماذا يتهافت الجامعيون من ذوي التربية والوعي الأوروبي على الانضمام حتى الموت لتنظيم لا يسعى كما هو واضح إلا إلى القتل أو الموت؟ لماذا يتاجر شبابنا بالقتل؟ ماذا ينقصهم؟ وكيف نعالج ذلك أو نحد منه في الواقع الداخلي والإقليمي والعالمي الشبيه بالمنهار هذا؟ الشباب السوداني وداعش على قضية النقاش مع ضيفي الكريمين الأستاذ عبد المحمود دبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار. مرحبا بك أستاذ عبد المحمود. مرحبا بك. الدكتور إبراهيم الكاروري الأمين العام لهيئة علماء السودان. مرحبا بك دكتور إبراهيم. مرحبا. العديد من الوصفات قيلت منذ ظهور داعش وظهور التطرف عموما لمجابهة هذا الداء. السؤال الآن والأخبار تأتي يعني حول مدى فاعلية هذه وجدوى هذه الوصفات يعني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة. هذه القضية يعني هي قضية الساعة، والنظر إليها يعني هي فريضة الوقت، إنها مشكلة يعني معقدة ومتحورة ومتجددة، والتوصيف الذي لا يلاحق هذه المتغيرات يعتبر توصيف تاريخي كيفما كان الحال. يعني في كل يوم قد تصهر رؤية جديدة عند داعش، وقد يصهر اجتهاد جديد وهكذا. ولذلك حتى التوصيف القديم الذي يحاول بعض الناس أن يجعله هو التوصيف وهو التشخيص لهذه الحالة الآن قد لا يحسن مقاربة العلاج. وعلى ذلك أنا أعتقد نحن نحتاج إلى تشخيص دقيق. يعني العلة عندنا في التشخيص، العلة في التشخيص إلى حد كبير. إذا أحسننا التشخيص ننتقل بعد ذلك إلى إحسان العلاج، لأنه التشخيص الخطأ يؤدي إلى العلاج الخطأ. أنا أعتقد أنه داعش الآن أقرب لأنها حالة نفسية من أن تكون حالة فكرية، وربما كانت خليط بين الحالة النفسية وبين الحالة الفكرية. ولذلك هناك هامش لاستثمار الآخرين في إحداث تحوير لهذه المشكلة، ولا بد عدم إسقاط ذلك. يعني هناك من يحور داعش حتى يستثمر في هذه المشكلة، وهناك ثوابت عند داعش يستطيع كل إنسان أن ينظر إليها من خلال الآن الذي نقول الآن، الحديث عن الغلو والحديث عن التطرف والحديث عن الانحراف
الحديث عن الخوارج قديما، الحديث عن البذرة والنزعة الخارجية الآن. فإذا هناك تعقيد توصيف تاريخي، هناك تعقيد معاصر لداعش يقتضي أن نلاحق هذا المتغير برؤية نافذة وبقراءة متجردة حتى نستطيع أن نحدث المعالجة. لا يعني نستطيع أن نقول دكتور عبد المحمود بناء على كلام دكتور إبراهيم يعني أن السبب في عدم فاعلية العلاج على تربتنا السودانية وتربتنا العربية هو سوء في التشخيص أو علة في التشخيص ابتداء، توافق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نهنئكم بهذه القناة الرائدة، ونتمنى أن تكون مساهمة حقيقية في نشر الوعي وفي إحداث التنمية البشرية في كافة مجالاتها. أتفق مع الدكتور إبراهيم في أن التشخيص الآن تشخيص غير دقيق، كثير من الناس ينسبونها للخوارج، والخوارج حركة خرجت بتأويل فاسد في مواجهة الدولة. أما داعش الآن هي دولة، هي دولة أعلنت أنها تمثل الخلافة وأصبحت عندها مصادر للتمويل، وأصبحت هي تحارب وعندها ولايات كثيرة أعلنت فيها مسؤولين ينوبون عن الخليفة في هذه الدول، واستخدمت وسائل حديثة جدا. يعني الآن نحن نتحدث عن قضايا فكرية، والشباب المجندين لا يتلقون توجيهاتهم من علماء شرعيين، وإنما عن طريق التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة مع جهات ربما لا يرونها ولا يسمعون عنها، وهم يجدون إتقان هذا الجانب. وبالتالي المعالجات الآن في تقديري هي معالجات للظواهر، ما لم نشخص تشخيصا دقيقا ونبدأ بعلاج أس الأزمة التي أفرزت هذه الظاهرة، وهي ظاهرة يعني ليست يعني قال حالة نفسية. دكتور إبراهيم كاروي أكثر من كونها حالة فكرية، توافق؟ الحالة النفسية واحدة من عوامل إبرازها، ولكن هي مجموعة عوامل سياسية واجتماعية وثقافية ونفسية. طيب دار جدل كثير جدا حول هذه العوامل وذكرات وكذا، لكن الناس الآن بيقولوا طيب الحلول المطروحة دكتور إبراهيم مجددا، إذا كان عندك التشخيص بالوضوح أنت وعند أستاذ أبو، يعني كيف ممكن نعالج هذه الظاهرة؟ نعم، هو السؤال المهم والأهم، ويمكن يعني تتولد عنه أسئلة، وده يدعونا للحديث عن ما نسميه نحن بالحواضن التي أنتجت هذه الظاهرة. يعني على سبيل المثال، هل السياسة الدولية هي ما قضية كما ذكرنا معقدة، السياسة الدولية الآن هل تقوم على تحقيق الأمن والسلم العالميين، أم تقوم على إشعال الحروب وزراعة الفتن؟ ده سؤال مركزي ومحاط بكمية من النفاق، في أن كل المؤسسات القائمة الآن، المؤسسات الدولية كلها الآن تتحدث عن الأمن وعن السلم، ومعظم هذه المؤسسات مؤسسات تعبر عن حال المنتصر بعد في الحرب العالمية الثانية، ثم من بعد ذلك ظهور القطبين، وإلى هذه الساعة صراع بين قوى دولية متمكنة قادرة تجتهد في صناعة المصلحة لنفسها، ولو أدى ذلك إلى القتل وإلى زراعة الفتن. ولذلك ترفع هذه الشعارات ويمارس نفاق دولي تحت هذه الشعارات، وينعكس ذلك على حال الأمم المستضعفة. هذا الاستضعاف العالمي الذي يمارس الآن ويحمى دوليا يمثل حاضنة ضخمة جدا لإنتاج هذه الظاهرة في يمكن في كل الدول الإسلامية، لا سيما إذا نظرنا إلى أن الداخل أيضا الداخل مأزوم. طيب نعم، يعني عشان ما يتقال برضو أنه كأنما نحن نوجد مبرر أو مشروعية لوجود داعش، يعني حيكون سؤالنا يعني هل هذا الواقع المأزوم يبرر هذا الميلاد، وبالتالي كيف حتعالجه؟ لكن بعد الفاصل، فاصل قصير ثم نعود للحوار.
من جديد مرحب بكم دكتور إبراهيم الكاروري والأستاذ عبد المحمود أبون، وحاول أن نفهم يعني ونتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى عدم فاعلية الآليات مواجهة داعش على التربة السودانية على الأقل. يعني دكتور إبراهيم الكاروري أستاذ عبد المحمود بدأ يعدد عدم الحالة بتاعت الظلم الدولي كواحد من الأسباب، وأنا ما زلت باحث عن أنه هنعالج الحكاية كيف، لأنه أفتكر الأسباب تم تعديدها بشكل كثير. يعني كيف ممكن أن نقول أنه وسائل يمكن أن تكون ذات فاعلية في المواجهة؟ طبعا هنالك قراءتان، قراءة تحمل المؤامرة الدولية كل ما أصابنا من فشل، والقراءة الأخرى تقول نحن صنعنا الواقع الذي فتح الأبواب للتدخل الخارجي، وأنا أميل للرأي الثاني. نحن محتاجين نسد الثغرات التي تفتح الباب للتدخل الدولي والمؤامرة. وبالنسبة لنا نحن المسلمين هنالك نص، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ونحن مع قراءاتنا وحواراتنا نعتقد أن أهل الكتاب بيننا وبينهم تواصل، ولكن هنالك استغلال للدين في عمل سياسي مثل الصهيونية ومثل الصليبية ومثل الإسلاموية عندنا أيضا. ولذلك الأسباب في تقدير الداخلية هي الأكبر. الشباب خاصة في التقرير أن هنالك معظمهم ينتمون إلى أسر ميسورة الحال، ومعظمهم قادمون من بلدان الغرب من أوروبا، يعني هم حالهم وضعهم الاجتماعي جيد وضعهم الاقتصادي جيد، ومع ذلك يقبلون على مثل هذه الحركات. فإذن هنالك حالة إحباط عام في المنطقة كلها، حالة إحباط عام في منطقتنا العربية والإسلامية. هذه الحالة هي التي تشجع هؤلاء الشباب ليذهبوا لمثل هذه الحركات بدافع التطهر، بدافع الخروج من هذه الحالة، وبدافع المعالجة الأزمة الداخلية التي يعيشونها. طيب. فإذا قضية المعالجة في تقدير الآن ما لم تمس جذور الأزمة في توفير الحريات لهؤلاء الشباب، في تحقيق القدر الكافي من المعيشة، في فتح حوار معهم، في توفير آليات تستوعب طاقاتهم، ما لم نعالج هذه القضايا بهذه الكيفية ستستمر هذه الظاهرة، وستظل أدوات داعش جاذبة للشباب للدخول بقصد التطهر وبقصد. طيب أنا أمشي بكم، أمشي بالدكتور إبراهيم، أمشي بكم لقضايا عملية شوية. يعني واحدة من الحاجات المطروحة، يعني خلوني من الأسباب السياسية اللي بتودينا للمجتمع الدولي والقضايا دي، وحتى ما بتودينا للسياسة بشكلها الداخلي، يعني خلونا نتكلم عن الأسباب الفكرية. يعني واحدة من الأشياء اللي طرحت أن الحوار وتبيين مواضع الخطأ والخلل في الفهم هي واحدة من أهم الآليات التي يمكن أن تقود هؤلاء الشباب للخروج من دائرة الانتماء إلى داعش. دكتور إبراهيم، بوصفكم الأمين العام لهيئة علماء السودان، بدءاً هل كنتم جزء من هذه الحوارات التي تمت في المعتقلات مع الشباب أم لا؟ كنا جزء منذ البداية، وإلى يومنا هذا حاورنا كثير من الشباب، أصدرنا رسائل، أصدرنا كتب، يعني نظمنا ملتقيات. طيب خلينا نأخذ الحوار بينكم وبين الشباب، الأرضية كانت كيف؟ يعني البعض كان يقول كيف لك أن تحاور سجينة وذات معتقل؟ يعني كان في من البداية ناس بيرفضوا نفس طريقة الحوار، أنها طريقة ما قائمة على التكافؤ، يعني إنه الإنسان ما بيكون في وضع يسمح له أن يختار. فكددنا من داخل المعتقلات، كيف كنتم تحاورونهم؟ طيب جميل جدا. نحن كانت شروطنا واضحة جدا في الحوار حتى يؤدي، في شروط للحوار حتى يؤدي ما نريد أن نصل إليه. ومن أهم هذه الشروط إنه الشاب الذي نحاوره ولحقه يكون في حالة استقرار، في حالة طمأنينة، ما يقوله أثناء الحوار لا يحسب عليه، يجلس مع العلماء في أماكن يعني مريحة، في قاعات، في مكاتب هيئة علماء السودان، مجمع الفقه الإسلامي، كان بيجيبوا لكم المراكز الخاصة. أيوة كان بيجيبوا لكم في المكاتب. أيوة يحضروا إلينا في المكاتب. بعدين الشاب يعطى يعني فرصة في أن يكتب كل الاستدراكات
كل ما يراه من أسئلة، لأنه أحيانا هيبة العلماء يمكن شوية كده يعني تؤثر عليه. هم يعتبرون بارتياح، هم يعتبرون العلماء سلطان. نعم سبحان الله، هؤلاء الشباب أنا بعدين دي إذا لقينا فرصة نتحدث لك بعض عن بعض المتغيرات. يعني نحن بدينا من فترة لكن حصلت متغيرات بعد الظهور، نحن من قبل ظهور ما يعرف الآن بالدولة حصلت متغيرات في تفكير الشباب، ودي مهمة جدا عشان كده ذكرت لك الجانب طيب النفسي. طيب هؤلاء الشباب عندما يجلسوا معانا يجلسوا بعلم بقدر ما عندهم العلم وبقدرهم ما عندهم الفقه، ويجادلوا يعني نقاش علمي فقهي، ما تشعر انهم يعني يتحرجوا او علماء السلطان، ده خطاب سياسي، ده كلام سياسي. لكن الشباب اللي حاورناهم كانوا بيتحدثوا حديث فقهي وحديث علمي، وما كانوا بيتهموا الناس انهم علماء سلطان وما الى ذلك. نطرح القضيه، نناقش القضيه، نصل فيها الى ما نصل اليه، ثم اذا اقتنعوا فبها ما نعمت، ما اقتنعوا مره ثانيه نجدد. حاورتكم شهر يعني حتى الان يمكن ما يقرب تقريبا، يعني ليس بالضروره كل من شاركت في حواره، نعم، لكن اتوقع الان ما يقل من 150 200 شاب تقريبا اللي حاورته تقريبا. نعم. طيب الرجع منهم كم؟ طيب بصريح العباره كل الشباب الذين انا شاركت في نقاشهم وانفض المجلس اقتنعوا بما قدمناه من حجج، لكن بعض الشباب عرفنا انهم بعد فتره تغيرت الافكار من جديد، وكان اثناء النقاش بقول لهم يا جماعه احنا المفروض نديهم منهجيه أكثر مما نديه يعني علاج عاجل، نديه منهجية عشان إذا عرضت له المشكلات هذه يعرف يتعامل معك. فجلهم تقريبا اقتنع، لكن بعضهم حصلت له ردة فكرية إن صح التعبير، وبعضهم خرج من السودان وما إلى ذلك. طيب أستاذ عبد المحمود كيف بتوصف حالة الحوار؟ يعني على الأقل واضح إنه في نجاعة في الوسيلة، يعني بيتم نقاش، ولا القصة دي ذات جزء من إنه الجماعة دي داري تخرج من هنا عشان يهاجروا يعني؟ وارد طبعا، ما دي ده حوار للشريحه اللي وضعت السلطه يدها عليها، لانهم قاموا باجراء عملي، قاموا بحرب او تفجير او محاوله عنف. لكن هنالك من خلفهم الالاف الذين يتواصلون مع الدواعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير من الشباب الان الخطاب الدعوي، الخطاب الديني سواء كان في المنابر أو الخطاب عند كثير من العلماء غير مقنع لهم، وبالتالي يعني ليه ما مقنع؟ ما مقنع. الشيخ إبراهيم تحدث في البداية أننا نتحدث عن قضايا تاريخية، توصيفنا للحالة الواقعية بمفهوم تاريخي، في حين أن الواقع الآن هو صنع لغته وصنع مفاهيمه وهكذا. ولذلك أنا أدعو إلى توفير بيئة الحوار، يعني مش حوار مع أفراد أو مجموعات ممكن في حراسة وموجودين، أي طبعا يمكن هؤلاء يعني خوفا أو خجلا أو تحايلا يستجيبون. طيب ثم يعني بصراحة يعني البعض بيقول حتى الناس المرات اللي بنغشوهم هم شركاء على ذات الأرضية، بس في جماعة مشوا كثير وفي ناس واقفين في البداية. صحيح صحيح. الآن في منهج أو خطاب سلفي متطرف في داخله يؤيد، يعني أنا سمعت كثير من الدعاة يتحدثون عن أن ما قام به داعش دي دولة الخلافة الإسلامية التي نطالب نحن بها، وبالتالي نحن لابد أن نميز ما بين المفهوم السلفي وبين المنهج السلفي. هؤلاء يتبعون المفهوم السلفي، يريدون أن يعيدوا التجربة الماضوية لتطبق في واقع غير لا يشبه ذلك الواقع. المنهج السلفي منهج مختلف تماما، منهج يهتم بالمقاصد، منهج يقرأ النصوص قراءة كلية، منهج يربط ما بين الواقع. نعم بهكذا فهم يعني كل السلف لو أخذت السلف من الأئمة الأربعة. أنا أتكلم في المعاصر الآن، التيارات بتنتسب للسلفي بدون تسميات، لكن هم معروف الآن، يعني التيارات أي تيار الآن أو جماعات تكفر من يخالفها في الرأي أو تدعو إلى استعمال العنف في مواجهة الآخر أو تصدر بيانات لتكفر كل من له علاقة بغير المسلمين، أعتقد هو يمثل مفهوم سلفي متطرف، وبالتالي هذا أحد العوامل التي يستند عليها الشباب للالتحاق بداعش لأنها تعبر عن أشواقه. دكتور الكاروري، يعني بعض المتغيرات، شنو المتغيرات؟ نعم. طيب أنا بس في إشارة بسيطة تفضل، أعتقد أنها مهمة. نحن لو عملنا دراسة إحصائية لعدد الشباب وقناعة الشباب اللي انضموا لداعش من السودان وغيره من الدول،
نحن نلاحظ أنه عدد الشباب اللي انضموا لداعش من السودان عددهم قليل ومعظة. أيوة، وده يشيل للمتغير. المتغير نحن لما بدينا الحوارات أول مرة كان الشباب عندهم قناعات فقهية وفكرية وعلى اطلاع وعلى درجة من العلم، ما كانت الدولة موجودة. يعني منذ أن اغتيال الأمريكي ومن ذلك وبدينا الحوار تقريبا. نعم. منذ الفترة نعم، لما ظهرت الدولة، وعشان كده حصلنا التغير الدولي والمتغيرات الداخلية، ظهور الدولة القضية انتقلت من جماعة تجاهد كما تقول وتقاوم زي القاعدة إلى دولة. المتغير ده في ناس ما مستصحب إنه يعني وجود دولة يختلف من وجود حركة. وجود حركة مقاتلة زي القاعدة شيء ممكن يندرج في كثير من الحركات الاحتجاجية التي ظهرت، لكن أن تصهر الدولة تغيرت القضية. أضرب لك مثال الآن، كده يكون سوداني أستاذ، الظروف الاقتصادية صعبة، يهاجر يمشي دولة من الدول، شيل شنطته وماشي ماشي وين، يقول لك ماشي الدولة الفلانية. ليه والله ما هيجيب ريالات ولا يجيب دولارات؟ الآن نفس الطريقة، الشاب ما عنده إعداد فقهي وعلمي، ماشي وين مهاجر؟ مهاجر وين الدولة؟ الدولة شو ما يجيب حسنات؟ ده ماشي يجيب دولارات، ده ماشي يجيب حسنات. نفس النظرية، يعني لا يفكر لا ينظر، وبقى الجانب العاطفي الغالب. فلما تجي تحاورهم لا يعرف ليه كان الإمام مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا الغزالي ولا ابن القيم ولا ابن تيمية ولا شغال، عنده عاطفة يبحث عن الحسنات، يريد أن يسهب إلى الدولة. وفرق في البداية كان يأهل نفسه حركة احتجاجية، حركة مقاتلة، حركة مجاهدة وما إلى ذلك، الآن يريد أن يسهب مهاجر إلى دولة، حركة عاطفية إلى دولة قاتلة. هذا المتغير دخلنا في إشكالية زي ما ذكر أستاذ أبو. زمان أنت بتحاور من له على الأقل مستند فقهي ولا فكري إلى حد ما وتناقشه من خلال هذا المدخل. الآن ما عنده مستند فقهي ولا فكري، فقط يريد، وده المتغير الأساسي. ولذلك أنت ممكن تحاور كمية من هؤلاء الشباب، ولكن تجد مجموعة من الشباب دخلوا على جوجل ودخلوا على المواقع ودخلوا على الفيسبوك وحملوا الحقائب وهاجروا من غير تدقيق فقهي أو منهجي. طيب أستاذ أبو، يعني البعض بيتحدث عن مسألة السياج الفكري لمقاومة هذا التطرف، وطرحت الوسطية. أنا ما دار أخش موضوع الوسطية، ده طويل ومعقد يعني، لكن إلى أي مدى تفتكر يعني الآن الناس بيعانوا لنشأت مراكز وبحوث ودراسات ومؤتمرات، والنتيجة يعني اتهمت الوسطية نفسها بأنها هي يعني هي نفسها تايهة، يعني دار تأمريك الدين عند البعض، دار تميعه، جدواها نفسها العمل في الواقع العمل ضعيف. هذا الكلام قديم، عندما ظهرت الوسطية في وسطيات طبعا نسي. اي طبعا، ما وسطية واحدة، في وسطية تريد تريد أن, 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 أن تدجن الواقع كما هو وتبرره. لكن الوسطية التي نتحدث عنها هي الوسطية الإسلامية التي تعطي المرء منهجا، يدعي وسطا بليلة، منهج للتفكير. يعني المنهج الوسطي، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. المنهج الوسطي يجعل الإنسان عنده القدرة على قبول الآخر وعلى إعطاء النسبية فاعلية كبيرة. يعني في الماضي عندما ظهرت الوسطية ظهرت مثل هذه المفاهيم أنها أدلج للإسلام ومحاولة لأمركة الإسلام، لكن الآن بعد بروز داعش والحروب التي رأيناها والدماء التي سالت والتي قالت عنها ميركل كلام مر بالنسبة لنا، أن المقتول يقول الله أكبر وأن القاتل يقول الله أكبر، بدأ الناس يلتفتوا إلى المفهوم الوسطي، والمنهج الوسطي هو المنهج الذي أتى به الإسلام. وأعتقد الوسطية الآن هي ليست منابر، وإنما تتحول الآن إلى ثقافة مجتمعية. لكن الكلام اللي تكلمت عنه إن هي ترياق أو مقاوم أو مؤثر في مواجهة التطرف، أكيد الوسطية. فيها دكتور إبراهيم الكاروري تقدر نقول كده أنها واجهت أو قاومت ما يسمى بالوسطية؟ نعم، أنا فقط في قضية الوسطية يمكن أكمل الصورة. أنت مقر بأنها واجهت وقاومت وشكلت؟ أنا لا أستطيع أن أطلق هذا القول يعني هكذا، ولكن أقول يعني أنا لا أفهم الوسطية كمذهبية جديدة على الإطلاق، ولكن المطروح كذلك ممكن أن تكون الوسطية هي إعادة طرح. لا، المطروح كذلك، يعني هل ما يطرح الآن يجعله وكأنما هي مذهبية جديدة عند البعض؟
ولعله استاذ ابو ذكر ذلك، يعني قد يكون عند البعض توجد يعني مسيحيه يعني جديده وهذه مشكله. طيب يعني ولكن اذا قلنا نريد ان نجدد في حياتنا ونريد ان نعيد للدين نصاحته ونرد الناس الى الاصول ونجود منهج التنزيل الاحكام ونرد على التحديات، هذا هو المنهج الوسط، لان هناك منهج غالي الان، منهج غالي ومتطرف، فهذه هي المواجهه الوسطيه باصول الدين وليس بتوليد مذهبيه جديده. طيب دكتور ابو، يعني مستقبل مساله داعش في بلدنا على الاقل، يبينك انت قلت انه الحكايه دي ما كثيره، يعني كانما التربه السودانيه عندها خصوصيه اكثر. اكيد المزاج السوداني بطبعه رغم السماوات المفتوحه، رغم انه كل وسائل التواصل، انت بتتكلم عن حوار محدود، لكن الجماعه دي الموجودين الان في كل وسائل التواصل، كيف ممكن تعمل سياج على هذه التربه وعلى من ينتمون اليها في ظل هذا العالم المفتوح؟ السياج الكبير ان المزاج السوداني بطبعه مزاج وسطي، مزاج متسامح، تقبل كل الافكار التي جاءت تحمل مفاهيم متطرفه، ولكنها في البيئه السودانيه أدلجت وأصبحت الآن هي جزء من الواقع السوداني المتسامح، ولذلك هذا أكبر سياج وأكبر حاضن يمكن أن يفرخ الغضب أو التطرف عند هؤلاء الشباب، لأن المزاج السوداني مزاج متسامح. طبعا هل نستطيع أن نقول المزاج، يعني نتكل على المزاج السوداني ده، ولا هو ذاته مزاج يعني خاضع لكثير من المؤثرات والمتغيرات نفسه؟ وأصلا السودان دولتنا بفضل الله سبحانه وتعالى دولة التحالفات عبر التاريخ أصلا، وكان الدين هو الصانع لهذه التحالفات عبر التاريخ حتى ما قبل الإسلام، ولذلك أنا أعول على هذه الهوية وأعول على هذا المزاج. قد يكون في بعض الدول العبارة تكون أقرب لعبارة عاطفية وتحليل بعيد عن الواقع، لكن السودان حقيقة يعني لا يستطيع أن يستقر كدولة إلا من خلال هذه النظرة التي يعني صنعها الأوائل وولدت التحالفات، وما زالت هذه التحالفات إلى يومنا هذا، وجود قهر في أي بأي درجة من الدرجات هو حاضنة لتوليد داعش. لكن هناك نقطة مهمة، أنا لأنه فضلت لي يعني الدقيقة ده، أنا في نقطة دقيقة. أنا أعتقد أنه الانتقال إلى مرحلة الدولة، داعش الانتقال إلى مرحلة الدولة فيه جوانب إيجابية. على الأقل الإشكالية الآن تمركزت وتمحورت وأصبحت أنت الآن لا تحاكم أفكار مطلقة، وإنما تحاكم أفكار لها الآن منتج تستطيع أن تحاكم الدولة، ويمكن هذا في المستقبل القريب يولي الدرجة يعني من الوسطية التي نريد ومن المقارنات الإيجابية. طيب طبعا برضو حالة المزاج اللي قالها أستاذ عبد المحمود أبو هي ذات معرضة، يعني الأسباب التي خلقت هذا المزاج أو المكونات التي خلقت هذا المزاج هي خاضعة الآن لهجوم كثيف جدا باعتبارها يعني غير ملتزمة نفسها بالخط العقدي، يعني ده حاجة موجودة الآن، وجزء من تفاعلات وجدل الكلام ده احنا ناقشناه امبارح مع قلت البارح مع وزير الارشاد، قراره بمنع الخطب في الساحات العامه، وهو بيقول انه داري يحصن كذلك، يعني ده موضوع اخر. لكن انا داير اختم بالسؤال بتاعنا في تويتر، موقعنا على موقع القناه، ما هي الاسباب التي تدفع عدد من الشباب السوداني للانضمام لداعش؟ الاسباب الفكريه اعطيت 43%، الاسباب الدينيه أعطيت 30%، الأسباب الاقتصادية أعطيت 22%، الأسباب الاجتماعية أعطيت 5%. تعليق سلمى؟ صحيح طبعاً، هي الفكرة أساس كل حركة، يعني ولذلك المنهج الإصلاحي المنهج النبوي الرسالي يبدأ بتصحيح الفكرة، إذا صحت الفكرة تصح المعاملات ويصح السلوك. نعم، تعدد الأسباب مدخل إيجابي ومدخل واقعي ومدخل فقهي، من غير أن نتهم هذا أنت صنعت داعش أو هذا الذي صنع داعش. أنا أعتقد مثل هذا التحليل هو الإجابة الذي يؤدي إلى العلاج إن شاء الله. أنا شاكر للضيفين الكريمين أستاذ عبد المحمود أبو والدكتور إبراهيم الكاروري على هذه الإفادات المهمة. الفقرة التالية من حال البلد هي وصل صوتك. والله انا ارسل لاي مذعول من المذعولين الناس تتقي الله في الشعب. نحن عندنا مشاكل وبنحاول يعني نوصل صوتنا للاخوه المذعولين على اساس انه يزعوا معانا ويساعدونا في حته انه سهلوا لنا طريقه عرباتنا دي للسفر ولكذا حلحلوا لنا مشاكلنا، لانه نحن عرباتنا دي يا ملاكي وما بنلقى طريقه لانه نرخصها تجاري.
والله طبعا البلد دي ما نحن ما بنحكي ما بنشكي من اي مشكله الا الباعوطه دي والمويه. يعني مفروض الناس المزولين يشوفوا المويه دي ويشوفوا الباعوطه دي والصرف الصحي بتاع الجبره ده كمان. ده أزينة شديد جدا جدا، يعني بقدر الامكان انه يشوفوا له طريقه. بس التصغير بتاعت المواصلات دي اكبر مشكله ممكن الزول يشوفها في الخرطوم. وثاني مشاكل بتاعت العيش، في العيش الاحجام بتاعته بقت ماشي اصغر، ودي واحده من المشكلات الموجوده برضه في الخرطوم. نناشد الحكومه السودانيه بالاسراع بصرف التعويضات هرب الخليج، واخذت قريب ال 20 سنه ولسه ما زلنا منتظر القروش دي. اول حاجه البلد دي الصحه، وزير الصحه ما شايف شغله كويس. الناس على البلد دي كلها وسخانه، كلام كويس. انا مره جيت لقيت من الجماعه بتاعين اللي بيرفعوا الوساخه ديل وفضل كثير خلاص، قلت له دي ما ترفع لي شنو؟ قال لي انت ما عندك شغل. مشيت خليته، قلت له هتخليها رصيد انت؟ البلد كلها وسخانه، ما فيش حد ياخذ باله منها. انا وفيصل صاحبي جينا من السعوديه، فتشنا درداقه عشان فيها شنط ما لقينا درداقه، شلنا اربع شنط طلعنا الشارع. قلت له فيصل رجانين الحراميه في الشارع صارمه فيها، خشيت جوا لقيت الشنطه شالوها، دسوها في المخزن في المكاتب بتاعتهم. انا خشيت المخزن لو كنت حرامي كان ممكن اشيل اي شنطه افتش محتوياتها واطلعها امريكا اشيلها معي، لكن انا ما حرامي. والله يا بيت قلبي ما بطلع يعني ذاته اشيل شنطه زول. مشيت لمدير الصاله قلت له يا اخي اديته البوليس، قلت له انا غايب من البلد دي لي خمس سنين وجيت سرقوا مني شنطه جوا الصاله. قال لي امشي افتح بلاغ ضد مجهول. قلت له هنا ما في مجهول. جرد رجل داني يصل تعويض، يصل تعويض. انا ساكن ناس الجمارك ليه والله سبع شهور لحد هسه ما ادوني قرش. عندنا مشكله واحده، نحن ناس بنشتغل بضراعنا ده يومي في السوق ده، ولينا عمرنا 57 سنه 40 سنه بنفرش. نحن تعبانين من حاجه اسمها البلديه. تاني ما عندنا اي مشكله، وبعدين الحكومه كان فرضت علينا رسوم 20,000 يومي، نحن نورد لهم عشان ما يكشونا ونقوم جارين. نحن ناس كبار ما في داعي بهو زول يقوم جاري من الكشه ومن البلديه، متضررين من ناس البلديه. انا ساكن شرق النيل، مواصلاتنا في هيستون كل يوم عاملين سعر، ولا في رغابه ليهم ولا في مزولين ليهم، وشغالين على كيفهم، مره ايوا ما مره ما ايوا. وكانت زمان كانت في رغابه ترغب العربات، هسه ما في. تلقى الموقف اطفال ونسوان وكبار وصغار، تلقاهم قاعدين في الموقف ما في اي عربيه. بلد وسخانه كلها، شوارع كعبه، مع الامطار ما في مصارف صحيه، حتى المعيشه في البلد دي صعبه شويه. يعني انا متمنى من المسؤولين يعني يلاحظوا الحاجه دي بالذات. يعني والله نحن بنعاني ازمه تحت مواصلات في البلاد، ازمه حاده وفيها زيادات واسعار ذاتها ما معروفه. اي زول داير يسعر بكيفه، والمواطن ده والله العظيم منهار وتعبان. اول حاجه ظروف معيشيه كويس، وظروف سكنيه، ومشاكل كثيره جدا جدا. فنحن نوجه المسؤولين انه يراعوا ظروف المواطن بصفه خاصه. يعني وصل صوتك يعني رسائل متعدده على بريد الكثيرين، ارجو ان يكونوا قد تلقوها. في فقرتنا التاليه صالون سودانيه 24 سنلتقي بالاستاذ الصحفي طلحه جبريل العائد من المغرب هذه الايام في زياره للخرطوم. نقلب مع الاستاذ طلحه جبريل بعض الاوراق، خليكم معنا.